صباح النصر والهنا على حضراتكم مره كمان. وزي ما احنا عارفين الاهلي بكره خلاص عنده ماتش مهم جدا طبعا في بطوله الدوري، بنتكلم الجوله ال13 مع المصري، واكيد فرقه برضو تقيله، فرقه عندها رغبه ان هي تصعد، فرقه عندها تنافسيه طبعا، وخصوصا ان هي هتلعب مع النادي الاهلي. عايزين نتكلم كمان عن التشكيل المتوقع والاداء والفنيات كل ده وغيره مع كابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا. بونجور يا كابتن حسين. بونجور. وكل سنه وحضرتك بخير يا رب. حضرتك طيبه واستاذ كريم طيب، وسنه سعيده عليكم علينا جميعا وعلى حضرتك وعلى اهل بيتك وحبايبك وعلى النادي الاهلي يا رب. اهلا بيك اهلا بيك، منور الدنيا في 10 صفوف الاهلي. وخليني ابتدي مع حضرتك بالتفصيله اللي قالتها الهواندت مجمل كده لتقديمها اللي عملتها لحضرتك، فكره التنافسيه ليه دايما، ودي حاجه من قديم الازل بس عايزين نعرف تفسيرها من وجهه نظر بقى واحد من اهم الناس اللي لبست تيشيرت النادي الاهلي في وقت من الاوقات. ايا كان الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي وايا كانت البطوله، وبصفه خاصه في البطولات المحليه، حتى لو الفريق مستواه في المعتاد متواضع، يجي قدام النادي الاهلي بتشوف فريق جديد وتشوف اداء قوي وتشوف فيه استقتال بالمعنى الحرفي للكلمه. هل اللي ورا ده فكره ان النادي الاهلي بيفرض الشكل ده على الفرق المنافسه ان هم لازم يلعبوا بالطريقه دي، ولا بتكون فرصه للفرق المنافسه ان هم يستعرضوا قدراتهم واللعيبه تبين نفسها في ماتش اكيد هيبقى متشاف كويس؟ بص اقول لحضرتك حاجه، النادي الاهلي بيعتبر ده ترينت العرض الكبير. أيوة. للعيبه للمدربين للانديه للاجهزه، انت عمرك ما هتظهر او يبقى شكلك كويس او يتقال عليك ان انت لعيب كويس او مدرب كويس او عملت مباراه كويسه او حاجه الا لما تبقى تظهر في محفل كبير. المحفل الكبير ايه هو غير النادي الاهلي؟ صح. يعني كان رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل كان يقول لنا حاجه كده دايما، يقول اللي بيجي يلعبك بيبقى كاوي الشورت والفانيلا من بالليل، يعني اللي جاي يلعب حلوه الأهلي والله يعني حلوه كاوي الشورت والفانيلا، يعني هو مستعد طبعا من غير اي حاجه لان هو عارف ان هو بيلعب بقيمه زي قيمه النادي الاهلي، واخد بال حضرتك ازاي؟ فدايما الفرق الكبيره زي النادي الاهلي كل لعيب بيبقى مستني المباراه ديت، لان انت بتلعب النادي الاهلي مثلا الدور الاولاني او الدور الثاني مباراتين في موسم، واخد بال حضرتك ازاي؟ فانت بتبقى عايز تظهر باحسن مظهر ليك او شكل ليك، ان يتقال عليك ان انت لعيب كويس او ان انت بتادي اداء كويس. فقيس بقى كده على كل الفرق اللي انت بتيجي بتلعبها، طبعا بتلاقي النادي الاهلي المنافسه بتبقى يعني شرسه او قويه او ايا كان، يعني لانك انت مش هتظهر بشكل مهما عملت مثلا مباريات مع فرق تانية بشكل كويس، عمرك ما هتظهر زي ما انت تقدم مثلا مباراه او مباراتين قصاد النادي الاهلي بشكل كويس. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي بتقابلها طبعا صعوبه كبيره جدا للنادي الاهلي، ولازم تبقى انت في المقابل لعيبه النادي الاهلي وهم مدركين الكلام ده وعارفين الكلام ده كله، ان انت كل مباراه بالنسبه لك انت لازم تقابل نفس المنافسه الشرسه دي او التحدي دوت، لازم تقابله بتحدي اكبر او بشكل اكبر. صحيح. فما ينفعش ان انت تبقى متهاون او متخاذل، او دي صفه طبعا مش موجوده طبعا في النادي الاهلي. فسمه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي او قدرهم ان هو كل لما هيجي ان هو يلعب الفرق والكلام ده كله لازم يبقى التحدي عنده اكبر، لانه نادي بطوله، فمش هينفع ان هو تبقى الامور بالنسبه له انه زي ما نقول يريح شويه او يكسل شويه. عشان كده احنا شوية. دايما بنقول كل مباراه صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، لان حتى لو الترتيب في الجدول الفرقه اللي احنا بنلعبها بعيد جدا، حتى لو المستوى الفني معروف انه في اختلاف، بس برضو زي ما حضرتك قلت هم بيجوا مع النادي الاهلي ويبذلوا افضل ما عندهم ويظهروا بافضل صوره، فعشان كده كل مباراه فعلا بتكون مهمه. خلينا بقى نروح للمصري، وخلينا برضو يعني قبل ما نتكلم في تفاصيل المباراة عايزة أروح لجزئية فكرة هنا طرق اللعب والتشكيل. هل شوية احنا هنتكلم دايما بيبقى من آخر يعني ماتش، يعني هنتكلم مثلا ممكن يكون شوية اللعب متقارب من ام بي، ولا مصري ربما يكون مختلف شوية؟ لا، هو سيستم النادي الاهلي غالبا بشكل من ساعه ما مستر كولر جه ومسك النادي الاهلي 4-2-3-1، مع اختلاف طبعا الافراد اللي ربنا طبعا يشفي اكرم وكريم ربنا يرجعهم بالسلامه، ودي من الحظوظ الوحشه ومن الحاجات الوحشه اللي بيقابلها النادي الاهلي. ولادنا مصابين بالظبط، لان هم كمان في مركز واحد، فبتبقى الامور صعبه جدا يعني. بالظبط. فسريعا برضو مجلس اداره، يعني الناس اللي مسؤوله عن الكوره بيفكروا بسرعه، والحمد لله جابوا لنا برضو انتداب كويس عبد الفتاح ان شاء الله ربنا يكرمه، ولد صغير ومبشر بالخير ان شاء الله باذن الله، يكون اضافه كويسه. وزي ما بقول لحضرتك
الاختلاف الشكل بتاع الطريقه او اللعب بتاعه النادي الاهلي ما بتختلفش بشكل كبير او ما فيهاش تنوع يعني بالظبط. هو النمط مع الاختلاف بقى بالفرق اللي انت بتلعبها. بمعنى وانت بتلعب مثلا فرقه زي النادي المصري، النادي المصري طبعا عارفينه لسه جاي طبعا الجهاز كابتن حسام والكلام ده كله مع النادي المصري، هم متحفزين وبقوا بشكل افضل، بيأدوا بشكل افضل من الفترات السابقه. كان حصل لهم دروب شويه، بداوا ان هم يفوقوا شويه، بدات صحيح. الامور تتحسن. انا بس عايزه عفوا ان ده من تدريب امبارح بس يا كابتن حسين، فطبعا ربنا يشفيك يا اكرم. هي اصابه يعني محدش بيتمناها ابدا، اي لاعب يتمناها ولا اي جماهير بتتمناها اللاعب بتاعتهم، ربنا يشفيه. بس هو كان متواجد امبارح، وانت عارف برضو الروح بتبقى حلوه بين اللعيبه دايما، دي بتفرق بشكل كبير نفسيا. هو يعني سبحان الله يعني ربنا يشفيه ويعافيه دايما، هو مؤمن بقدر ربنا، حتى نزل بوست بعدها على طول يعني يأثر في اي حد بصراحه. أنا ان هو يعني ان هو متقبل كل شيء من ربنا والكلام ده كله، فربنا يا رب يشفيه ويعافيه. وان شاء الله هو راجل يقدر مهم وقوي وبيلعب بمنتهى الرجوله والتفاني والروح القتاليه، وبعدين مش من الناس اللي هي بتطفش عند اللزوم تطفش الكوره، لا مفيش كوره بتطلع من رجلين اكرم غير وهي عارفه طريقها، يعني لازم حتى لو هو بيصد من خلالها هجمه، بس غالبا طالما كوره وصلت وقطعها بيبتدي بيها هجمه، فاكيد بنتمنى ربنا يحميه يا رب ويشفيه ويعافيه ان شاء الله باذن الله، ويرجع اقوى من الاول، وربنا يعوضه عن الاصابتين دول ان شاء الله بحاجة أفضل، يعني رب ضارة النافعة. ممكن يكون قدره إن هو يكون كده، ممكن بعد كده إن شاء الله ربنا يعوضه إن هو يلعب كأس عالم. بس يعني الإصابات يا كابتن حسين برضو كتيرة في الجيل ده، يعني أيام برضو جيل حضرتك والجيل اللي قبل ما كناش كان في إصابات طبعا، بس ما بتبقاش بالكم ده برضو، دي تفسيرها إيه؟ يعني بتشوفها إزاي؟ هل دي ليها علاقة بالأحمال؟ أنا بتكلمش على النادي الأهلي إن جنرال، ليها علاقة بالملاعب؟ ليها علاقة بإيه؟ ليها العلاقة خاصة الإصابة بتاعت الرباط الصليبي ديت ليها عدة مشتقات، من ضمنها الملاعب، من ضمنها الحذاء نفسه بتاع اللاعب نفسه، قطر المباريات، الأحمال، الضغوطات طبعا. فهي ليها عدة أسباب، ما لهاش سبب واحد، يا واخد بال حضرتك إزاي؟ فهي بتبقى قدر بيني وبينك، يعني الإصابة ديت كمان إصابة بقت صعبة جدا في العالم كله طبعا، وبتأخر اللعيب بشكل كبير، فربنا يحفظ اللعيبه كلها ويحفظ اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. فهي زي ما بقول لحضرتك هي قدر وليها اسباب متعدده، يعني ملهاش سبب واحد للإصابة نفسها. يعني في ماتش المصري رأي حضرتك او تتوقع حضرتك ان البدايه من قبل نادي المصري، تعالى نقف عند المصري شويه، هل تعتقد ان البدايه هتكون يعني هجوميه من ناحيته، ولا بالعكس هنلاقي تكتل دفاعي، ولا هنلاقي توازن ما بين الدفاع والهجوم؟ لا، هو معظم يعني لما نيجي ندرس مثلا فرقه المصري، وبالاخص لما يكون مع كابتن حسام ما بيبقاش متحفظ دايما، هو عنده الجراءه ان هو بيهاجم حتى لو تحفظ شويه. او انا كنت شفت له تقريبا مباراه او مباراتين كان بيلعب بثلاث مدافعين ورا، وده مش اسلوب، يعني ده اسلوب جديد على 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 الكابتن حسام. فممكن يكون هو في بدايه التولي الفتره بتاعته كان عارف ان في دروب في الفرقه، فكان عايز يبقى متحفظ شويه والكلام ده كله. ما اعرفش بقى هو هيرجع تاني للطريقه بتاعته اربعه، ان هو يلعب اربعه ورا ما يلعبش ثلاث مدافعين يعني. بس من عادات الكابتن حسام او فرقه النادي المصري انها لما بتلعب النادي الاهلي او بتلعب اي فرقه بيبقوا بيسعوا للمكسب، لان هما كمان عندهم افراد كويسين، يعني عندهم لعيبه كويسه. وبعدين استغنى كمان عن بعض اللعيبه اللي كانت موجوده في من لعيبه يعتبروا اللعيبه الكبار عندهم، زي فريد شوقي وكذا اسم كنت قريت كده، حوالي 3 4 اسماء من اللعيبه اللي هم القدام في يعني جدد دماء الفريق مره بالظبط. فخلي بال حضرتك برضو الحاجات ديت بتبقى يعني يا اما عندك انت اللي يعوض اللعيبه الكبار دول بلعيبه صغيره كويسين وامكانياتها كويسه، ودي بتبقى اخطر، لان اللعيب الصغير اللي طالع دوت عايز يبني مستقبله، عايز يعمل طبعا. اسم عايز يعمل، وبعدين بالاخص كمان ان هو بيلعب النادي الاهلي فمتشاف كويس، فدي بتبقى حافز للعيبه الصغيره اللي بتبقى موجوده، واخد بقى حضرتك ازاي؟ فهي المباريات عامه بتاعت الاهلي والمصري على مدار السنين اللي احنا عشناهم اخر 10 20 سنه اللي فاتوا دول بيبقى فيها نديه بشكل كبير، واخد بقى حضرتك ازاي؟ الدوافع ان النادي المصري عايز كمان يخرج من الحاله اللي هو كان فيها الفتره اللي فاتت ديت،
طبعا النادي الاهلي لا يخفى على اي حد ان هو دلوقتي يعني فرق 3 بونت بدا ان هو يبقى اول الدوري وان شاء الله يستمر للنهايه. الدوافع بتاعه النادي الاهلي كمان كبيره يعني طبعا. عشان نقول مثلا الدوافع بتاعه النادي المصري بتاع لا انا بشوف ان الدوافع بتاعه النادي الاهلي اكبر من الدوافع بتاعه النادي المصري. بص يا كابتن حسين ان شاء الله يعني شاء الله. بس ما فيش يعني فكره انا رفاهيه ان احنا ما ناخدش الدوري الموسم ده باذن صعب الله. صعب جدا. هقول لحضرتك حاجه يعني يعني هي ما حصل يعني ما اظنش ان هي حصلت قبل كده ان النادي الاهلي فقد الدوري ثلاث سنين ورا بعض. واخده بال حضرتك؟ الامور صعبه. الكوره من اصعب لاصعب. واخده بال حضرتك ازاي؟ ضغط المباريات للنادي الاهلي كمان بشكل كبير جدا. يعني بقى لنا حوالي دلوقتي داخلين في 4 5 سنين النادي الاهلي ما بياخدش فترات راحه كبيره ودي صعبه على اي فرقه وعلى اي لعيب. واخده بال حضرتك ازاي؟ ولسه هنخش كاس عالم انديه كمان. فالامور بتبقى صعبه يعني مش عايز اقول برده مش عايز احمل اللعيبه او الجهاز الضغط بتاع المباريات ده على اي فرقه بالشكل ده خلال 4 5 مواسم متوالية طبعاً طبعاً. صعب جدا 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 على اي حد. بس انا حاسه يعني استكمالا لكلام حضرتك انا حاسه ان اللعيبه بتوعنا عايزين يعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يرادوا جماهير النادي الاهلي. يعني لقطات كتيره بتشوفها حتى وهم بيلعبوا منها اللقطه اللي كانت فاتت بتاعت قفشه وفكره ان هو يحط التيشيرت على راسه اللي هو بما معناه طبعا النادي الاهلي وجماهيره على راسي. تحس ان دي كلها محاولات لاستعادة مرة تانية ثقة الجماهير واللي هو مصالحة الجماهير. لو أنا كنت موسم مش حلو لو أنا كنت كم مباراة مش حلو اللي جاي هيبقى أحسن. أنا بشوف الروح دي موجودة في كل ماتش الأهلي بيلعبه هذا الموسم بصراحة. أي حد بيخش النادي الأهلي هي دي الروح وهي دي السمة بتاعت اللعيبة اللي بتاعت النادي الأهلي. حتى لو أنت جاي من بره من نادي بره ودخلت جوه المنظومة دي أنت خلاص بقيت زي ما بنقول ترس في آلة أو ترس في مكنة. لازم تركب مع الأمور دي. النادي الاهلي بغض النظر ان فنياتك كويسه او فنياتك قليله او الحاله او الكلام ده حته الروح بتاعت النادي الاهلي او ان انت تبقى متواجد في النادي الاهلي دي ده سمه يعني مش هتتغير عبر اجيال كبيره جدا ان انت بتقاتل عشان تاخد البطوله. بالظبط. ما بتلعبش يعني مش زي انديه تانية او الكلام ده كله لو هو ناخد بطوله موسم وخلاص يعني ان نقعد عليها كام سنه. الطمع في المكسب في النادي الاهلي بشكل كبير جدا ودي بتوصل للعيبه كلها. انا افتكرت فايلر حتى الاولاد الصغيرين افتكرت فايلر لو انت لو فاكر على الاولاد الصغيرين كمان في النادي الاهلي برضو هي نفس السمه. فايلر لو انتوا فاكرين لما جه وكان عنده تصريح قبل ما يمشي وقال لك مش ممكن جماهير النادي الاهلي كان بيهزر يعني يقول لك هم عايزين يكسبوا كل البطولات وكل الماتشات ده بيحصل في البلاي ستيشن بس يعني كان التصريح ده برضو احنا كده يعني اوكي ميك سنس بس احنا كده فعلا احنا كده بس في المقابل بقى كمية الضغوطات اللي بتكون على يعني عبء على اكتاف كل اللعيبة برضو مش سهل التعامل معاها. فكرة ان انت عندك جمهور مساند وموجود في ظهرك وفي نفس الوقت مش بيرحم في حالة التخاذل او التراخي او التكاسل او ما حس ان في لاعب تقاعس بشكل من الاشكال دي بتشكل ضغط كبير على اللاعب. واكيد دي من ضمن القواسم المشتركة اللي في الاجيال المتعاقبة من النادي الاهلي بتتعاملوا معاها كنتوا ازاي؟ بص حضرتك هو زي ما بنقول يعني سيستم من ضمن السيستم دوت لو هنقول حتى لو الناس بتشوف ان هو خارجي لا ده هو داخلي وعنصر اساسي الجمهور. الجمهور عايز اقول لحضرتك ايه؟ جمهور النادي الاهلي فاهم قوي وواعي قوي وعارف كويس قوي ان امتى بيساندك وانت مثلا في حالتك ان انت مرهق او تعبان او ضغط المباراه وامتى يشد عليك وامتى الكلام ده كله. هو عارف الكلام ده كله. جمهور النادي الاهلي ممكن يقبل منك اي حاجه الا ان انت يحس ان انت متهاون. صح يعني ممكن يقبل منك خساره او تعادل او ايا كان بس اعمل اللي عليك. صح. فهم فاهمين ومدركين دي كويس قوي ودي سمه في النادي الاهلي ودي يمكن حافز كبير جدا للعيبه اللي موجوده. هم عارفين ان الناس اللي بتشجعهم دي هي فاهمه كويس قوي ومقدره كويس قوي امتى انا بكون تعبان ومش قادر فعلا او مضغوط او المباريات كتير او الكلام ده كله وامتى انا ما عملتش اللي عليا. انا ما عملتش اللي عليا دي هي دي المشكله. واخد حضرتك ازاي؟ اهم حاجه ان انت وانت بتنزل الملعب ان انت تكون عامل اللي عليك. النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. واخد بال حضرتك ازاي؟ فهو النادي الاهلي ما بيقبل جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش
ان انت تحس ان انت متهاون شويه او كسلان شويه او ما بتاديش اللي عليك. اكتر نادي في العالم حصل على بطولات؟ ما احنا بنتكلم برضو ايه، بمنطق وبتاريخ. ما احناش طالعين نقول احنا احسن ناس واحنا ما عندناش البيز اللي يخلينا نقول كده عشان ما حدش يضحك علينا يعني. لا، احنا عندنا ده وموثق اكتر نادي حصل على بطولات في العالم مجمعه. انا بتكلم مش بس افريقيا او يعني مش قاريا، احنا بنتكلم مجمعه. اللي حضرتك بتقوليه ده قارين تالي ريال مدريد، انا بتكلم مجمعه بطولات النادي الاهلي. فيعني مش جايين ندعي حاجه مش بتاعتنا. لا لا لا، احنا على مدار تاريخ، احنا تاريخنا بيشهد باي حاجه بالكلام ده كله. هو بقول لحضرتك هو ان 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 ان, إن, إن الجمهور مقدر كويس جدا وعارف كويس جدا ان هو انت امتى بتبقى كسلان. مش عايزين نقول حاجه تانية، ان انت كسلان. صحيح، دي نقطه. دي هي اللي مش هيقبلها منك الجمهور بتاع النادي الاهلي، انما ممكن يقبل منك اي حاجه تانية طالما انت قدرت ان انت عملت اللي عليك. الجمهور في الفتره اللي حضرتك شخصيا كنت بتلعب فيها، هل نفس الكواليتي بتاع الجمهور الموجود حاليا مع فرق الاجيال وفرق وسائل التواصل الاجتماعي والترندات اللي بقت محطه انظار ناس كتير ومصدر لاهتمامهم؟ لا، اختلفت طبعا بشكل كبير، لان السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتوصل الامور اسهل واسرع بكتير بشكل كبير جدا. زمان كان الجمهور مثلا ممكن انت مقتصر على الناس اللي بتشاهد المباراه مثلا في التلفزيون او في الملعب. طبعا. انما انت دلوقتي في حاجات تانية وفي كواليس تانية وفي يعني في طبعا. امور يعني طب بتوصل بسرعه اسرع. ده افاد اللعبه زي ما افاد زي ما اضر، يعني زي ما حضرتك عارف كل يعني حاجه جديده او حديثه بتحصل لو استخدمتها غلط هتبقى مشكله. يعني بالاخص انا اللي بيقلقني او اللي بيضايقني من الـ ممكن من السوشيال ميديا ان الاحداث بتبقى متسارعه، فممكن حد يقول خبر غلط او 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 اشاعه او حاجه زي كده. هو ده اللي بيحصل ممكن. فدي بتبقى مشكله كبيره لانها بتنتشر بشكل كبير، وعشان تلم بقى انت الموضوع دوت ان مثلا حصل مشكله هنا او كده او الكلام ده كله ممكن تاخد وقت. وفي ناس بتألف، يعني هي مش فكره مثلا مشكله حصلت لا ده انا هقول لحضرتك حاجه تانية. ده في ناس تانية عادي. لا ده في ناس تانية بتبقى قاصده طبعا في توقيت معين ان هو يقول خبر معين عشان يوقع يعني الحاجات بقى اللي هي الواحد والله حتى على كل الاصعده يعني يقول لك احنا بنسمع عن نفسنا حاجات احنا ما نعرفهاش. بالظبط يعني مش معقول. فانا يعني بشوف ان دي أسوأ حاجه في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا، ان انت لما تنزل خبر قبل ما تنزل خبر او ان انت تساعد في نشر خبر تاكد الاول ان الخبر ده مظبوط. احنا في النقطه دي احنا لسنا ده احنا لوحدنا في برنامج 10 الصبح في الاهلي. نهاوند قالت تيجي 3000 مره وانا قلت تيجي 2000 مره. يا اخوانا اي حاجه تخص النادي الاهلي خدوها من مصدر. تعاقدات استبعادات قرارات خدوها من النادي الاهلي عبر قنواته الشرعيه المعروفه ومنها بطبيعه الحال القناه. لان خلي بال حضرتك برضو معلش مش عايزين نبقى احنا مش في المدينه الفاضله. انت معاك منافسين ومعاك حاجات كتيره قوي. ممكن في توقيتات معينه بتحصل حاجات انا عايز اوقع انا عايز اوقع مثلا النادي دوت او انا عايز اشغلهم بعيد عن تركيزهم للبطوله او الكلام ده كله الحاجات دي كلها. فبتبقى في حاجات كده يعني ايه مش ظريفه او مش كويسه. فلازم احنا كجمهور النادي الاهلي او محبين للنادي الاهلي او اللعيبه كمان والاداره ناخد بالنا كويس قوي من الحاجات ديت، لان دي ممكن تاثر كتير جدا. اللعيبه برضو معلش انت في لعيبه صغيره بتبقى طالعه لسه ما يعرفش ما عندهمش الفكر الاحترافي او الاحترافيه ان انا اقدر افصل بين ان انا اتقال عليا خبر مش مظبوط فانا عايز اكذبه وانا في نفس الوقت عايز اركز في شغلي. فدي بتبقى ممكن تعمل دروب لبعض اللعيبه خلاص يعني بكل. الحاجات دي بالخبره مفروض يعني ما بتفرقش تماما. حد قال خبر ماشي الصفحه معموله باسمك بالاخص كمان ماشي. النادي الاهلي هقول لحضرتك حاجه والله حاجات بقت تضحك يعني مش تفرق خالص. هو كمان النادي الاهلي يعني مش عايز اقول ميزه او عيب ان هو مش كل حاجه بيجري وراها ان هو يكذبها الحاجات خالص. الاخبار اللي هي دي طبعا. فساعات لما بيسكت شويه بتلاقي الموضوع كبر بحضرتك. وفعلا هو ما عندهم حق يعني. هو انت مش هتجري مثلا لو كل يوم مثلا عمل مثلا 10 اخبار خطا عن النادي الاهلي او حاجات مش مظبوطه ان انا هجري ورا الاخبار ديت يعني مين هيعيش للكلام ده كله. احنا الرد بتاعنا كابتن حسين وده من زمان جدا. احنا الرد بتاعنا الملعب والبطولات بالظبط اقعد ارغي بقى اقعد اهري احنا مكملين احنا بالزبط. بننجح احنا بنوصل اللي احنا عايزاه وانتوا اقعدوا اتكلموا براحتكم وده النجاح الحقيقي. احلى حاجه على فكره بالزبط. ده بيبقى دافع ان انت تكمل يعني. احنا كلنا واحنا ماشيين اوقات بنتعب بس ده بيبقى دافع ان انت تكمل. الناس دي فنادي اهلي عمره ما التفت. حتى احنا عمرنا ما بنطلع هنا مثلا نقعد نرد على الناس. كل اللي احنا بنقوله احنا شاغلين نفسنا بنفسنا
ما عمر قناه الاهلي عمرها ما طلعت تدافع، لان النادي الاهلي مش محتاج حد يدافع عنه، والناس دي لما ما بتلاقيش حد بيرد عليها بيبقوا خلاص بيقعدوا بقى يكلموا نفسهم. فيعني دي ميزه برضو عندنا، دي انا بشوفها سمه البطل ان هم ما بيبصش وراه. صحيح. انا خلاص انا في التراك بتاعي وانا واخد الهدف بتاعي ان انا هوصل فين، فانا مش هقدر ان انا ابص لورايا. محمود الخطيب في هذا الاطار دايما ليه قول مأثور كده، بعد ما بياخد النادي الاهلي اي بطوله بيشارك فيها يقول لك احنا بنطفي لمبه وبنولع لمبه. بالظبط بالظبط. بص هقول لحضرتك حاجه، كابتن خطيب نموذج، نموذج كلاعب وكراجل اداري وكراجل رئيس نادي دلوقتي، يعني مش عايز يقول يضرب بيه المثل او يعني هو قيمه وقامه طبعا، ان الراجل ده اتعرض لضغوطات كتيره وتعرض لحاجات كتيره ويعني صعبه جدا 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 على اي حد منها كان غير شريف. لا وفي حاجات كمان بتوصل، الحاجات اللي بتوصل برضو معلش انا اسف للبيوت والكلام ده كله طبعاً. بتبقى صعبه جدا. أكيد. انت عندك بيت وعندك اسره وعندك اولاد وعندك احفاد وعندك الكلام ده كله، ما يعني اتمنى من ربنا ان الحاجات دي ما توصلش لي. يعني احنا في الاخر خالص احنا بنلعب رياضه، احنا في احترام متبادل مهما كان في منافسه او في الكلام ده كله. الروح الرياضيه ذات نفسها، لان احنا زمان او قبل كده العلاقه، لو انتوا تشوفوا العلاقه اللي كانت بين مثلا كابتن خطيب او الاجيال اللي هي كانت القديمه ديت، والعلاقه بين المنافسين والكلام ده كله، كانوا اصدقاء واصحاب طبعاً. يعني كل حاجه كانت العشره كويسه. انا فاكر مش عايز بس رحمه الله عليه كابتن طارق سليم رحمه الله عليه لما تعب في الفتره الاخيره وتوفى كابتن حماده امام تقريبا. انا مش عايز بس مش هقول تفاصيل هو عمل ايه وبهدل الدنيا ازاي عشان يروح. وكانت حالته كانت يعني في اخر ايامه رحمه الله عليه كانت صعبه شويه، ان هو لازم يروح يعزف كابتن حماده امام. ده اكبر دليل ان الناس دي كانت العلاقه اللي بينهم وبين بعض اكتر من اخوه طبعا. واخد بقى حضرتك ازاي؟ لان انا عارف التفاصيل. هو كان يعني أيوه. رحمه الله عليه كان يعني مش قادر، ما بيقدرش ان هو يقوم او كان على الكرسي، وصمم ان هو يروح العزاء بتاع كابتن حماده. فلازم ان الاجيال الجديده او الناس الجديده قبل ما تقول اي حاجه اعرف العلاقه كانت بين الناس دي وبين بعضها عامله ازاي. احنا لما نتوارث الشيء كويس، ما نتوارثش الحاجات اللي طلعت غريبه او الافيهات اللي طلعت غريبه دلوقتي ملهاش اي لازمه وتشوه علاقات وتشوه سمعه ناس وبيوت والكلام ده كله. ولا بقول لك على حاجه يعني كل واحد بينطق بما هو عليه. فاحنا ما يعني تاني هرجع اقول مش عايزين حتى نطول في النقطه دي، لان احنا لينا برضو التعليم بتاعتنا. يعني انا هقول لحضرتك حاجه عشان يبقى رد على كل الكلام ده. احنا عندنا في برنامج في رمضان رد الجميل، طبعا حضرتك اكيد عارف البرنامج ده. في اخر حلقه كابتن محمود الخطيب لما طلع وكرد جميل استضاف كل لعيبه الانديه المختلفه، الزمالك وكله، وكان منهم كابتن هشام يكن وغيره، والناس يعني جت وكان في تعامل وكان في احترام وكان في مسج حلوه لكل الجماهير المصريه. طبعا كله من كل الانديه. كريم ده هو ده اللي احنا نعرفه، هي دي الرياضه. هو ده رئيس نادي يعني، هي دي النقطة. اللي انا بتكلم فيه او اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي، احنا مثلا زي ما احنا بنقول ان احنا رائدين في كل حاجه، احنا بنوعي بس الناس. احنا مش بنتكلم في اي حاجه غلط، والمفروض ان احنا ما نتكلمش فيها كتير والكلام ده كله، بس احنا بنوعي الشباب الصغير او الناس اللي هي يعني الاجيال اللي لسه طالعه دي، ان كان في ود وكان في تراحم وكان في علاقات كويسه ولازم الامور دي ترجع لكده. احنا 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 مش اعداء، احنا في بلد واحده، احنا مش اعداء. في تنافس شريف في كل حاجه. احنا بنشوف الماتشات بره، يعني انا متفرج على ماتش من يومين كان برشلونه واتلتيكو مدريد. ناس انا مش عايز اقول بتقاتل اخر نفس في الملعب. بعد ما المباراه خلصت كل الناس بتسلم على بعضها وبتاع، رغم ان كان في تنافس عنيف جدا يعني كره قدم شرسه. حلوه وكل حاجه وفيها شراسه وفيها قتال، بس بعد ما المباراه خلصت الموضوع انتهى. احنا لازم نتعلم ونبقى عندنا الثقافه دي. بالظبط. انت بتشتغل وانا بعمل شغلي وانت بتعمل شغلك والكلام ده كله، بنجتهد وفي الاخر خالص اللي ربنا بيوفقه خلاص انت بتسلم عليا. العلاقه اللي بعد كده هي دي اللي هتدوم، العلاقه دي اللي احنا هنورثها للاجيال اللي طالعه بعد كده، انها طالعه على اخاء، على محبه، على. ومش عايزين نشغل بالنا برضو لا خالص. لا يعني كلامي مش فكره ان احنا ما نتكلمش، احنا ما نشغلش بالنا
علشان الموضوع مش مهم. والنقطه الثانيه ان انت عندك جماهير في ظهرك، يعني اللي حضرتك بتقوله اي اساءه بتواجه لاي حد في النادي الاهلي، للاعب، لمذيع، لمجلس الاداره، لغيره، انت عندك درع هو اللي بيرد، عندك انت مش محتاج ترد. ف استاذ انا فاهم قصدي كابتن حسين، انا قصدي في الكلام ان احنا عايزين نقف هنا، يعني هنا نقف. بص حضرتك دي صوره مثلا ممكن تختصر لنا كلام كتير طبعًا قوي. طبعا يعني كابتن حسن شحاته قمه النجوميه وقمه الاحترام الصوره دي عالميه على فكره. بليغه جدا الصوره دي طبعا بليغه جدا الصوره دي كفايه يعني احنا لو قعدنا نتكلم سنين يعني ده. الصوره دي كفايه بس يعني احنا بنتكلم على اسطوره بتصور اسطوره بالظبط حقيقي يعني وهي دي المفروض ان العلاقه دي تبقى موجوده وهي دي اللي دايما. خلينا بقى نرجع مره ثانيه للدوري والموسم ده والنسخه دي من الدوري في ضوء الماتشات اللي حضرتك شفتها الفتره اللي فاتت سواء للاهلي او لغير الاهلي، تتوقع او شايف مين الاربع فرق اللي ممكن يوصلوا للمربع الذهبي؟ مش هقول لك اللي يلعبوا الماتش النهائي بس مبدئيا المربع الذهبي طبقا لمشاهداتك الفتره اللي فاتت المفروض تضم اسماء مين ومين؟ بص اقول لحضرتك حاجه، الاهلي والزمالك وبيراميدز فيوتشر من الفرق اللي عندها سكواد يقدر ان هو يكمل بشكل لابعد مكان. في فرق تانية كويسه بتعمل نتائج كويسه والكلام ده كله، بس انا بشوف ان العدد اللعيبه او اللعيبه الكويسه اللي عندهم مش كتير، ودي هتبقى مشكله مع مرور المباريات وضغط المباريات والكلام ده كله، هتبقى مشكله لو حصل اصابات او ايقافات او الكلام ده كله. فلازم يبقى عندك انت سكواد كويس ان انت تقدر تكمل، يعني في اللي بياخد البطوله دوت مش هتبقى مختصره معاك ان انت معاك 13 14 لعيب بتلعب بيهم الدوري كامل، محدش هيستحمل الكلام ده كله. لازم يبقى عندك عدد، والعدد مش عدده بس، لا عدد في الكواليتي كمان بتاع اللعيبه بالظبط، لازم يبقى قريب من بعضه، الخامه لازم تكون قريبه من بعضها، ما يبقاش الجاب كبير بين الناس اللي بتلعب والناس اللي ما بتلعبش. واخد بحضرتك ازاي؟ فانا على ما اعتقد الاربع فرق دول ان هم يعني بيأدوا بشكل كويس وعندهم سكواد كويس، عندهم الامور الماديه او الماليه كويسه برضو لان هي تكمل للاخر. الاتحاد بشوف ان هو بيعمل ماتشات كويسه، غزل المحله كان بيعمل ماتشات كويسه، اسوان بيعمل ماتشات كويسه حلو بالظبط، وكان عمل تدعيمات كتير على ذكر الصفقات. بتمنى بس ان المشكله بتاعتهم، لان كنت سامع امبارح ان الكابتن ايمن ما حضرش تمرين بس هو هيروح النهارده ان شاء الله باذن الله التمرين، انهم عاملين حاجه كويسه بس هي العائق عندهم الامكانيات الماديه. فدي بتمنى من اي حد لو بس كابتن ايمن فعلا كويس جدا يعني نقل برضو، وهم عندهم فرقه كويسه جدا بصراحه بامانة الله يعني، الصفقات جت بنتيجه حلوه يعني، ومقدمين بيأدوا كمان يعني غير ان هم بيقدموا كوره كويسه كمان، الروح بتاعه الولاد حاجه ما شاء الله عليهم يعني. فانا متابعهم عشان بلدي طبعا، بتمنى لهم كل الخير. ربنا يعزك، بتمنى لهم بتمنى لهم يا رب التوفيق، لان هم لو كمان هم عندهم فرقه كويسه وعندهم مدرب كويس، ولو هم قدروا ان هم السنه دي ان هم يقدروا يقعدوا في الدوري، وحد شاف الامور بتاعه الماديه دي انها تتحل، يشوفوا لها حل او المشكله دي تتحل، انا هشوف ان اسوان بالفرقه دي ممكن يقعد فتره طويله جدا في صغير الدوري. ولسه طفل صغير في اسوان ولسه يعني بتلتمس خطواتك الاولى في دنيا كره القدم، تخيلت ان هيجي عليك يوم من الايام ان انت تبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي تبقى واحد من ابرز نجوم؟ دي كانت امنيه حياتي ان انا العب في النادي الاهلي من وانا صغير. والله مش عشان حاجه، انا كنت عايز حاجتين وانا صغير، اطلع ظابط او العب كوره يعني. قبل اي حاجه يعني وانا صغير، لما يعني انت عايز تطلع ايه وانت كبير؟ يا اما اطلع ظابط يا اما العب كوره يعني. فربنا حقق لي الحمد لله رب العالمين امنيتي، لاني انا والدي كمان، وانا يمكن قلت هنا قبل كده، والدي رحمه الله عليه من الناس الاهلاويه وعم حربي وجزره والمشجعين وعم حسين رحمه الله عليه والناس دي كلها عارفينه، لانه كان بيجي يروح التمرين، لانه كان بياخدني وانا صغير. كان زمان النادي الاهلي كان يوم الجمعه ده ماتشات الساعه 10 الصبح والساعه 1 والساعه 3 ورا بعض، فكنت يوم الجمعه ده دايما بروح النادي الاهلي اقعد اتفرج على الناشئين دول والكلام ده كله. فكنت بتمنى ان انا لما اكبر ابقى زي الناس دي. ورحت دي امنيه الحمد لله رب العالمين للنادي الاهلي. وكان في موقف على فكره حلو مع كابتن حسن حمدي برضو، انا سمعت اسمعوا القصه دي كانت حلوه، انا عجبتني. مره كان كابتن حسن كان عامل معانا اجتماع وهو داخل فبيسلم علينا، فكنت واقف انا وكان اسحاق اول
وكان يوسف يعقوب. فاحنا الثلاثه سماره ما شاء الله يعني، وايه وجنب بعض ما فيش فاصل بيننا وبين بعض. فهو داخل فالاشكال احنا يابانيين بالنسبه له. فدخل فرح مسلم عليا فبيقول لي هلو، فقلت له انا حسين يا كابتن. فرح بس قال لي ما انتوا واقفين جنب بعض. فدي من الحاجات الظريفه. الواحد يعني حلو ان هو يبقى عنده حلم وبعد كده حلمه ده يقدر ان هو يحققه، يعني الحلم ما يتحققش لوحده، انت اللي بتسعى لغايه لما تحقق حلمك، ساعتها بتحس ان انت فرحان بنفسك، فخور بالمشوار اللي انت عملته. كابتن حسين برضو انت كان عندك صعوبات في الاول كتيره، وساكن في حته ومن منطقه ثانيه، وكلمنا برضو على دي، لان دايما زي ما بيتقال كل قصه نجاح كواليس احنا ما نعرفهاش. بص عشان تنجح تصدق حلمك دوت وتسعى عشان وتصر عليه وتقاتل عليه وتحارب عليه. انا وانا طفل صغير وعايز العب كوره والكلام ده كله، كان شغفي كله ان انا العب كوره الاول. انا اهلاوي من وانا صغير ووالدي اهلاوي رحمه الله عليه، بس انت ما كانش لسه الواحد يعني متخيل ان هو ممكن يروح يلعب في النادي الاهلي، فانت عايز تلعب كوره الاول. بعد كده بتاخد بقى خطوات حياتك، بتبدا ان انت بالظبط تبدا تحارب وتقاتل عشان ان انت توصل. انا في الظروف اللي انا لعبت كمان فيها في النادي الاهلي ما كانتش احسن حاجه فرقه النادي الاهلي، كانت واخده 6 سنين دوري، وكان بطل ناس كتيره جدا، كان كابتن مجدي طلبه وكابتن شوبير ورضا عبد العال، فجيل كبير او مجموعه كبيره من الاعمده الرئيسيه بتاعه النادي كانت بطلت، فكان في احلال وتبديل. فالفتره دي كانت صعبه شويه، ورغم ان الفتره دي كانت صعبه شويه ان الواحد لعب فيها، انا خدت 3 بطولات مع النادي الاهلي انا بفتخر بيهم دلوقتي. يعني انا لعبت كوره، ما لعبتش كوره زي ما بنقول عديت على الكوره ومشيت. لا، انا حققت بطوله افريقيا الحمد لله مع النادي الاهلي، حققت الدوري العام مع النادي الاهلي، حققت كاس مصر مع النادي الاهلي، وعلى ما اعتقد ان البطولات دول هم اللي كانوا ساعتها كان اللي هم كانوا موجودين. صحيح. فانت لما تبقى في ظروف صعبه والفرقه مش احسن حاجه في فتره احلال وتبديل للفرقه، وان انت تاخد 3 بطولات اللي هم بيشارك فيهم النادي الاهلي، دي ده شرف بالنسبه لي كبير جدا. لو هنتكلم كسمه شخصيه، دي من اهم السمات اللي طول عمر اهل اسوان معروفين بيها، يعني زي الامانه وزي الطيبه وزي الكرم وزي العصبيه. على فكره في وقت من الاوقات برضه بتقول يعني لا جدا جدا، في لقطه كده لازم اي حد يعرف شخص من اسوان بيشوفه قدامه دايما نموذج للشخص الطيب، بس في نفس الوقت وقت الزرزره ما فيش قوه ممكن توقف. ما هو اللي بيتعصب بسرعه ده وبيطلع ده على فكره طيب جدا طبعا. لا، في مره من المرات كمان برضو على ذكر الذكريات واللقطات اللي حضرتك ذكرى حلوه فيها، كان ماتش ايه او كانت ظروف ايه وملابسات ايه اللي خلتك في مره من المرات كسرت دكه؟ كنت طلعت باين من الماتش، خدت طرد باين، وكنت انت مصدوم تقريبا، كنت مع في حاجه كده حصلت في مره من المرات، فطلعت وريت الناس نموذج للعصبيه كما ينبغي ان تكون. تقريبا كنت مع ترسانه تقريبا او حاجه زي كده، واتطردت طرد كان يعني حكم بدون ذكر اسماء. عملت كده ليه؟ لا، حكم هقول لحضرتك حاجه، لما يعني انا كان في مشكله بالنسبه لنا، انا عشان كنت يعني دمي زي ما بيقولوا حامي في الملعب شويه، فكان في حكام قبل ما تيجي تبدا الماتش تيجي مثلا للجهاز، خلي مثلا حسين يهدى شويه، مش يعني هو جاي وعارف بيسبق، فدي كانت بتعصبني اكتر. انت جاي تهديني عصبتني بقى بالظبط. ففي مره نزلت الملعب حكم بدون ذكر اسماء يعني من الحكام الكبار، يعني من اول ما نزلت هو مش عايز اقول يعني قرش بلحتك. انا هطردك، انا مش عارف ايه انا. فانت مالك ومال، انا ما عملتش حاجه يعني. انا سيبني مركز في شغلي انا. ففي كوره مش عارف ايه كده، فانذار، فقال لي انا هطردك. هو بقى اللي بدا يقول لي انا هطردك. فكان تقريبا بره كان كابتن قرر سلامه تقريبا او حاجه زي كده، فطلعت له قلت له يا كابتن يعني كلمه عشان هو بيقول لي انا هطردك، وانا ما قلتلوش حاجه يعني. المهم ان انا اطردت يعني. فلما خرجت، عارف انت لما تبقى حاسس ان انت مظلوم او ما عملتش حاجه، او يعني حد متربص لك، لان هو حد يعني يعتبر متربص لك. فانا طلعت بره قاعد، فيعني مش مصدق، فكان الدكه دي فيها بتاع كده، رحت ضاربها بايدي طب اهو قطعت لي ايدي والله انا لحد دلوقتي. فدي من الحاجات برضو يعني انا مش بقول ان ده صح او الكلام ده كله، بس الاحساس بالظلم بيبقى صعب. يعني هو حد مثلا زي الموقف بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ قام وقف، يعني هو في ايه الانذار؟ الراجل وقف. لا في حاجات غريبه بتحصل، يعني في حاجات بجد مش مفهومه، يعني علامه استفهام كبيره. هو في ايه؟ لا، انا شغال دلوقتي مثلا في المجال في التدريب، انا في حاجات معلش انت بتشوفها من الحكام،
انا مش عدوك يعني، هو لازم يفهم انا مش عدوك. انا طبعًا. لما بقف على الخط يعني انا مثلا واحد تروح تقول له بعد اذنك طب انت عايز تستفسر عن حاجه، انا ما بعترضش. أيوه. انا عايز استفسر عن حاجه، تلاقيه وهو جاي بيديك انذار يعني طب افهم انا عايز اقول ايه. ما هو احنا بنتفرج بره وبنتعلم من بره، واخد بقى حضرتك ازاي؟ انا لو عندي انا مدرب انت اخطات، ما انت بتخطا ساعات من فرجتنا على الناس بره بناخد التوجه بتاع ان انا لازم ابدي الصرامه من اول لحظه حتى ولو بشكل عشوائي. لا ده حتى كمان معلش يا استاذ كريم، الصرامه مع العدل بس الموضوع ده الموضوع ده فعلا مهم جدا حتى بالنسبه لكابتن سيد عبد الحفيظ والكلام ده كله. هو ممكن يكون ما بيعترضش عليك، هو عايز يستفسر عن حاجه. انت ليه لما بتيجي انت ليه لا انت ليه ايه اللي وقفه برضه ما غلطان كابتن؟ انت ليه انت ليه جاي اجريسيف قوي وجاي يعني انت ليه؟ هو انا اللي جاي مش عدوك، انا مش عدوك والله، انا مع عدوك. اه كمان بتقول لي صباح الخير ده حاجه لا فينا مش على كل حال. احنا نتمنى مع قدوم كلايتنبرج يبقى فيه تغيير، لان هو جاي لهذا الملف. نتمنى ان الملف ده فعلا يبقى فيه، عايزين بس المعامله تبقى يعني يعني فيها معامله باحترام، لا المعامله كمان يبقى ما يبقاش فيها عصبيه قوي كده. يعني انا بحس ان الناس مشدوده قوي وعصبيه، وانت اللي رايح له ده المدرب اللي انت رايح له ده، ما هو لوحده ربنا يكون في عونه ما هو عصبي والدنيا يعني ما ربنا يعلم بحاله. فانت ما تجيش كمان انت كمان ان انت تعامله بالعصبيه دي، ما هو هيبادلك نفس العصبيه فهتبقى مشكله. احنا ما وصلناش انما لو انت جيت ومتصيد غضبه زي ما كان في المدربين كابتن اتعصب وهو بيحكي للجحيم. لا اصل انا الموضوع ده بصراحه نورت الدنيا كلها. انا عايزك ان شاء الله شرفت ان انا معاك على خير يا رب. فكره جميله يا كابتن حسين. انا عاده يعني بيبقى في كده بجد ضيوف الواحد بيستمتع، والضيوف عادي ما بقولتش ما بتستمتعش، الضيوف عادي. لا بجد انا استمتعت بالفكره مع حضرتك، نورتنا. المره الجايه نتكلم على العصبيه بقى. شوفك على خير باذن الله. نسير وجود حضرتك معانا. هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في تاني فقرات الحواريه. خليكم معانا.